الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طالعة الأقمار من سيرة سيد الأبرار، ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد، وهو الاسم الذي اشتهر به صلى الله عليه وسلم قديما. يقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقد ذكر هذا الاسم في بعض الأشعار القديمة: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. وقد ذكر أنه لم يسمى أحد بأحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمى به أحد في حياته. وقيل إن أول من تسمى به بعده هو أحمد والد الخليل الفراهيدي، كما قاله أبو بكر بن أبي خيثمة. والحمد لله رب العالمين.